احنا اليوم هنا بصدد تحري هلال رمضان، اليوم 29 شعبان ليلة التحري، ففي قمة جبل حفيد من حوالي ارتفاع 1100 متر بهدف او بصدد تحري هلال رمضان ان شاء الله. طبعا العلم تطور واصبحت كل الحسابات الفلكيه موجوده في كل مكان، في الهواتف او في الساعه اللي عندنا، ولكن نحن لابد ان ناخذ بالعلم والشرع. بهذه الحاله الرؤيه الشرعيه، الرؤيه هنا ليس فقط في العين المجرده، قد تكون بالتلسكوب. فلكي نعطي مصداقيه يعني لعملنا كفلكيين لابد احنا نتحرى ايضا تقدر تقولي يعني عمليه الموازنه بين الامرين. فوجودنا هنا للتأكيد للجمهور أن التلسكوبات والأجهزة أو الحسابات الفلكية لا تغني عن المتابعة أو المشاهدة باستخدام الأجهزة أو بالعين المجردة. The moon age will be more. Okay, so there's no Ramadan tomorrow. 400 for sure. Now, still, yeah, that's why we are here. It's just like, again, this is the moon, right? Yes. So would anyone of you, the moon is below or where is the moon exactly? Below or up in the sun? بسمعوا كلمة فلكيا رمضان يوم الخميس. فلكيا رمضان يوم الأربعاء، فلكيا العيد يوم الجمعة. ما يحبوا كلمة فلكيا والفلكيين والحسابات الفلكية. احنا هنا دورنا نفهمهم ان الحسابات الفلكية هذه اساس في الحياة. العلم احنا اللي وصلنا له كل هذا اساسه علم ورياضيات وحساب. فنبغى نفهمهم ان هذه الامور مش بعيدة عن الدين، بالعكس احنا مطالبين بالعلم والاستفادة منها، وبهذه الحالة توعيتهم وتنبيههم الى هذه الامور شيء جميل. والله نمشي الاولاد وقلنا نطلع جبل حفيت وحصلنا الجماعه، قلنا بنشوف يعني اول مره نشهد يعني رؤيه الهلال. No way. And the prime time, this place you can't live at all. This